السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. أصدر الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين سعادة الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة قرارا رقم 1 لسنة 2016 بشأن اعتماد دليل نظم وإجراءات تداول أذونات الخزينة في بورصة البحرين. وأكد الشيخ خليفة إن سوق أذونات الخزينة هو أحدى المبادرات المشتركة بين مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين لتعزيز وتطوير قطاع رأس المال في المملكة من خلال توسيع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، معربا عن أمله باستفادة جميع الأطراف ذات العلاقة من أسواق الأذونات المالية المتواجدة في البورصة من أجل تلبية احتياجاتها التمويلية التي تعتبر الأقل كلفة على مصدري الأوراق المالية مقارنة بغيرها من أساليب وطرق التمويل. كشف رئيس لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة التجارة وصناعة البحرين خالد الأمين عن إنشاء مصنعين في قطاع الأغذية في البحرين بكلفة إجمالية تصل إلى 10 ملايين دولار، متوقعا إنشاؤهما خلال النصف الأول من العام الجاري. وأشار الأمين على هامش اجتماع اللجنة أن حجم الاستثمارات في قطاع الأغذية يقدر بملياري دولار مع وجود شركة موند ليز مؤخرا، موضحا في هذا السياق أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي ما زالت طفيفة جدا. وعن تأثر قطاع الأغذية بزيادة المحرقات قال الأمين إن قطاع الأغذية لن يتأثر برفع الدعم عن المحروقات وزيادة الأسعار لأن الارتفاع حدث في جميع الدول الخليجية، الأمر الذي لن يؤثر على تنافسية الشركات المحلية. وفيما يتعلق برفع الدعم عن اللحوم، كشف عن وجود طلبيات لإنشاء شركات لاستيراد اللحوم في البحرين، مؤكدا في هذا الصدد أن حركة الطلب لا تزال في مستوياتها الطبيعية.